شيخ ده لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء شنو فعليها. لا شيخ تناديه للطوف قبة، وليطوفوا بالبيت العتيق. ما في طواف غير مدينة واحدة في الأرض فيها طواف، مكة بس. والطواف في مكة ذاته اثنين، يا بالكعبة يا بين الصفا وشنو، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما بس. والكعبة وليطوفوا بالبيت العتيق، الآية الأولى سورة البقرة والثانية سورة الحج. ثاني ما في طواف في الأرض كله كله، ما تضيع زمنك كذي وتمشي وجم قبة وتشيل التراب تتبرك وتتمسح أبويا الشيخ بركاتك. وهنا تعرف البركة في الأكل، رسول عليه الصلاة والسلام أرجع رياض الصالحين ده وتلقى التخريج برضو فيه، البركة في الأكل دي مش تأكل لقمتين ولا ثلاثة، البركة النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الإنسان يعني يتم أكله ولا سكلته، قال فليلعق أصابعه وليلعق الصحفة، يعني شنو الصحن، فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه شنو البركة، أو كما قال يعني قال لك دار البركة ما لقمتين يقوم، خلي الناس لما أكلت والناس تموا الأكل خلاص هنا يتم ليش شنو للصحن. يعني القبة دي لو فيها بركة لازم تعمل لها شنو جت الغفا للصحن تحت، يعني القبة جت تأكلها. بتقدر على الشغل زي ده؟ والله إن بقيت شاحنة غلبك إلا يا شهر تلغفة كلها، الشغل دي صعب. عشان كذا الناس تعتقد في الله العقيدة الصحيحة وتستغفر وتتوب الله والله يتقبله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جزاكم الله خير.